ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب في الساعات القليلة الماضية، حيث بلغ 77 شخصا مصابا بالفيروس حسب معطيات وزارة الصحة. وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الجمعة كان عدد المصابين محددا في 74 حالة إصابة، ما يعني تسجيل 3 حالات جديدة. الحالات الجديدة جميعا وفدة، وسجلت بكل من الناظور وفدة من ألمانيا، وأخرى بتوريرت وفدة من فرنسا، وأخرى بطنجة وفدة من إسبانيا. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في تدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.